مرحبا فيكم متابعين ساحة يوب، يا هلا وغلا، وعدنا لكم في وجهة سياحية جديدة إن شاء الله راح تعجبكم. من الدولة التي كانت مسرح حرب الاشتراكية الشيوعية والرأسمالية لمدة 20 سنة، حنا في البلد الذي حربه نقلت تلفزيونيا لأول مرة في العالم تبعوها ملايين من الناس، من خليج 3000 جزيرة اللي فيها أكثر من 8 مليون دباب، من فيتنام الشعبية. وصلنا مطار هانوي، الإجراءات فيه جدا بسيطة، ننصح كل شيء تاخذ معك دولار أمريكي، اصرف في المطار أو اصرف في محلات الدفع لأنها أرخص. أفضل بنوك اللي هو الـ HSBC، في مجرد أنك تدخل بطاقتك راح يعرف أنك من بنك عربي وراح يعطيك اللغة العربية. المكاتب السياحية راح تحصل هنا مكاتب سياحية كبيرة كثيرة، لكن مبالغ في أسعارها صراحة. بنغطي لكم شمال فيتنام، وبنغطي نهر تامكوك، وبنغطي لكم هالونج باي. فيتنام دولة ساحرة مغيبة عن الخليجيين. إجراءات التأشيرة 600 ريال تعتبر غالية، تأخذ 3 أيام إلى 5 أيام عمل، إجراءاتها بسيطة جدا، مقر السفارة في الرياض، حجزنا عن طريق فلاين، وأعطانا جميع الخيارات من خطوط ومن فنادق. جميع الخطوط ناقلة تودي الإماراتية القطرية، لكن القطرية أفضل شيء لأنها ترانزيت في الدوحة، في الذهاب ساعة والعودة بساعة. وصلنا فندق سوفيتيل الموجود على بحيرة هوان كيم، من أفخم فنادق هانوي، تبدأ أسعاره من 800 ريال سعودي إلى 1100 شامل الإفطار، ويعتبر فخم جدا. احنا أخذناه من موقع فلاي إن، عليه أسعار ممتازة جدا. الفندق جاي على شكل سكوير مربع، في وسط الفندق يوجد جميع المرافق، من مطاعم، من مسبح، من نادي صحي. أنصحكم بزيارة هذا الفندق، فطوره ممتاز جدا، الأكل الغداء والعشاء فيه غالي، يفضل أنكم تأخذون من برا. متوجهين إلى تامكوك، نهر تامكوك هو من أهم الأنشطة السياحية الواحد يسويها في هانوي. منطقة تامكوك تعتبر من أهم المناطق السياحية اللي السائح لابد يزورها إذا زار فيتنام. الباصات السياحية تأخذك من هانوي إلى هنا تقريبا 2 إلى 3 ساعات، الساعة 7 الصباح وترجع 7 المغرب، يعني يحسب حساب يوم كامل يروح في نهر تامكوك. إذا بتروح سيارة خاصة راح تكلفك تقريبا 300 ريال سعودي. هذه أحد الكهوف اللي راح ندخل فيها، تامكوك يعني 3 كهوف. فريضة راحت لكن نكمل شوي بيجيب نرجع لكم. أكل ودائما أنشطة سياحية، سواء تذاكر النهر هذا أو تذاكر هالونج باي أو جميع تذاكر الأنشطة السياحية اللي في هانوي، تأكد أنك تأخذها من المكاتب السياحية اللي في الشوارع. الآن بعد رحلة النهر أخذنا السيكل وجولة لمدة 40 دقيقة شاملة، رحلة النهر كلها، رحلة النهر بالغداء بالسيكل 30 دولار مدة يوم كامل. كانت السياكل تجربة جدا جميلة وفريدة من نوعها. بكرة إن شاء الله عندنا رحلة ومغامرة جديدة لهالونج باي، تابعونا وشوفوا تفاصيلها. تروح الهالونج باي اللي إننا الآن رايحين في الطريق، تستأجر كروز هناك، جميع الكروزات اللي تستأجرها يوفرون خدمة ذهاب من هانوي والعودة لهانوي. هذه هي الباصات السياحية، باصات جميلة لكنها متعبة ومعك سواح كثير. فالآن حنا في سيارة خاصة قيمتها 150 دولار بيودينا هناك وبينتظرنا يومين وبيرجعنا هانوي. الطيارات سعرها 300 دولار للشخص من هانوي الى هالونج باي. احنا الان في هالونج باي، المنطقه هذه هي منطقه الكروزات، توجد جميع المكاتب السياحيه للكروزز، ينصح ان تستاجرها عن طريق مواقعهم. طبعا الكروز هذه اللي تشوفون اني عليها تبحر في خليج هالونج باي لمده يومين، 3 ايام، 4 ايام، 5 ايام، كل شخص حسب اختياره. احنا اخترنا باقه يومين وليله، أسعارها تراوح من 700 ريال إلى 1500 ريال. الأسهل أنكم تستأجرون الباقات هذه من الشوارع في هانوي، أو تستأجرونها من عن طريق الفنادق ولكن عن طريق الوكالات السياحية، أو تدخلون على مواقع الكروزات الموجودة في الإنترنت، اكتبوا كروز هالونج باي يطلع لكم مواقع كثيرة. ولكن إذا حبيت أنك تكون في السيف سايد، خل الفندق هو اللي ينسق لك، لكن ترى السعر غالي شوي. هذه هالونج باي، راح يشوف هالونج باي هذه الساحرة وش فيها وش ما فيها. هذه هي أجواء الكروز في الليل زي ما تشوفون. طبعا الكروز شاملة العشاء والغداء والإفطار حتى الأنشطة البحرية. من ضمن الأنشطة السياحية في الكروز هي زيارة جزيرة تايتو. إن شاء الله الآن نطلع إلى قمة الجبل. طلعنا قمة الجبل، نصيحة للي بيجون هنا، البس ملابس خفيفة، جزمات رياضية، ولا تشيل معك أشياء ثقيلة لأن الصعود جدا متعب. اختير خليج هالونج باي.
في عام 2011 ضمن عجائب الدنيا السبع الطبيعية. احنا الآن طالعين كاياك تقريبا لمدة ساعة. أرحبا. من ضمن الأنشطة البحرية المشمولة في سعر تذكرة الكروز. الجولة بالقارب تستغرق تقريبا 45 دقيقة. لا تفوتكم، تراها صراحة من أجمل التجارب في هذا الخليج. هذا الكروز حقنا تم استئجاره عن طريق شركة فلاي إن، بعد ما أعطونا عنوان الفندق اللي في هانوي استأجروا هذا الكروز علشان يجينا المواصلات ويأخذونا من الفندق. أغلب السفن راجع للمرسى، الساعة 12 إن شاء الله راح نكون متواجدين في المرسى وراح ننهي رحلتنا. والآن متوجهين إلى هانوي. هانوي تعتبر انطلاقتنا لأماكن كثيرة. الأكل عندهم صعب جدا، لحم عندهم ما هو بحلال ولا هو من أهل الكتاب. هاشو عنه، خلوكم بس على السمك. المشكلة الوحيدة اللي عانناها هي مشكلة الأكل. مشكلة الدبابات يصدمونا. المشكلة الثانية مشكلة الدبابات يصدمونا. أقطع الطريق وتعدي بس. إذا بتقطع الشارع ترى الناس ما راح يوقفوا لك. خلك طبيعي وامش وهم يدبرون بسهم. ما حد مهاوشك. ولا أحد ملعنك. فيتنام معروف أنها ثاني أكبر دولة مصدرة للبن، جودتها جدا عالية وننصحكم فيها. نستكمل جولتنا على هذه البحيرة الساحرة زي ما تشوفون، بحيرة هوان كيم تعتبر أشهر منطقة السكن اللي موجودة في وسط هانوي. يوجد عليها جميع الفنادق الفخمة تتراوح من 120 إلى 500 ريال سعودي 5 نجوم. وهي المنطقة الحيوية لأن فيها المطاعم العالمية، فيها المقاهي. في مفاجأة، يقول عشان يحب السعودية وحب أهلها حاط الوشم بالسعودية. في نهاية حلقتنا ومثل ما عودناكم، تكاليف رحلتنا كانت من 200 إلى 300 ريال لشخصين شاملة، المواصلات والمعيشة ونشاط سياحية. انتهت حلقتنا الأولى، والآن وين؟ الآن تذرونا في الحلقة القادمة في جنوب فيتنام. لا تنسون تشتركون في قناتنا، سووا لايك وشير وسبسكرايب ونشوفكم في الحلقة القادمة.